طب هو ليه يعني احنا نتحجب والولاد لا؟ لان البنات جمال والولاد ما همش في الجمال ده الفاتن بتاع سيادتكم. طب هنعمل ايه؟ ربنا خلق الجميلة وفاتنة ويعني ما فيش بعد كده، ويا أرض تهدي ما عليك يأدي. فقال لك طيب بس يعني علشان ايه ما نعملش دوشة، لو سمحتي يعني اتحجبي. فجيتي اتحجبتي فبقيتي أكثر بهاء وجمالا. فقال لك على كل حال الجمال ده بتاعك انتي، ولذلك علشان لما تكبري ان شاء الله وتعدي دور الطفولة وتحبي تتجوزي وترتبطي ومنتي، يبقى أمرك بيدك، أمرك بيدك انك انتي تعملي كده. لكن هو الولاد عندهم حجاب أيضا، بس الحجاب بتاعهم من السرة إلى الركبة. شكرا.